ميرسي ليكم وميرسي لكل الصحافه اللي انا بحترمها وبحطها، وبشوف ان انتوا اهم حاجه موجوده النهارده، وجودكم ده اهم حاجه بالنسبه لي النهارده، تقييمكم ده اكبر تقييم لينا. اتمنى ان شاء الله الفيلم يعجبكم. بعمل شخصيه نعمه، شخصيه نعمه من اهم الشخصيات اللي انا قدمتها في السينما، شخصيه واقعيه، شخصيه بتقدم رساله لكل بنت ديت كل لازم تكون حذره، ما تكونش مندفعه قوي في حبها، ما تكونش الولاد بيبصوا لي كده ليه، لا مش قصدي حاجه والله، بس تاخد بالها يعني من وهي بتحب كده، تختار البني ادم الصح اللي يحافظ عليها ويصونها. وقد ايه الظروف كانت صعبه عليها وكانت جايه عليها، تصعب عليكي والله وانت بتتفرجي عليها. سعيده جدا بالشغل مع المخرج العظيم امير شوقي، شايفه ان هو من اهم الحاجات اللي حصلت في فيلم الكهف، مخرج واقعي حقيقي. اي نعم يعني هو كان بيدي القلم قلم ويخلينا نمسح الشقة وننزل نصوت في الشارع ونعمل حاجات، بس كلها حاجات كانت صعبة ساعتها، بس دلوقتي لما الواحد بيفتكر بيقول قد ايه هو مخرج حقيقي واقعي وعايز يوصل بفيلم الكهف ان احنا نكون حقيقيين فيه. اتمنى ان شاء الله النجاح ليه. بشكر شركة ريماس اللي ساعدتنا ان احنا نقدم عمل مهم زي ده، وبشكركم لحضوركم النهاردة وانتم منورين الدنيا كلها.